وفاء منا بالوعد وبالتواصل معكم في برنامج ملعب الشرقية، نكمل ما بدأه الزميل سفيان السعدون في برنامج الملعب الشرقية الذي يغيب عنه لأسباب شخصية. وأرحب بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ملعب الشرقية وبالكابتن أيضا الكابتن بشار عبد الجليل لاعب فريق الزوراء والكرخ والقوة الجوية سابقا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك فيصل، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، نبدأ في مباريات الفرق التي تبارت على مدى الأسبوع الماضي وهو في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية. افتتحت في ملاعب بغداد وباقية المحافظات العراق مباريات دوري النخبة للجولة الخامسة من المرحلة الثانية، وليكم مشاهدينا الكرام نتائج هذه المرحلة. الشرطة ومباراة مع بغداد، الشرطة يخسر أمام فريق بغداد بصفر مقابل هدف واحد، وكربلاء يفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، والكهرباء يتعادل مع النفط بهدف لهدف، وادهوك يفوز على الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والشرقاط يتعادل سلبيا مع مصافي الوسط. باقي المباريات، الجوية يفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على النجف، وأربيل يفوز على الصناعة بهدفين دون مقابل أيضا، وزاخو يتعادل سلبيا مع الزوراء، والتاجي مع كركوك يفوز بهدفين مقابل هدف واحد، والكرخ بهدف على الحدود، والطلبة بدون أهداف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ مع الكابتن بشار. كابتن بشار، فريق أربيل يتصدر الآن مرحلة هذه المرحلة، المرحلة الخامسة، يفوز على فريق الصناعة بهدفين دون مقابل، هو اليوم يتصدر مجموعة الدوري ويتصدر أيضا مجموعة كأس الاتحاد الآسيوي، كيف تجد تواصل فريق أربيل بنتائجه المتميزة على الصعيدين إذا كان على الدوري أو حتى على كأس الاتحاد الآسيوي؟ قيصر، احنا تكلمنا يمكن في الحلقه السابقه من ملعب الشرقيه انه فريق اربيل الان يمتلك كل المقومات اللي تخليه ينافس في المسابقتين، يمتلك مدرب الان خبير يستطيع الموازنه بين المشاركه في كلا المسابقتين، وهو ماشي بطريق صحيح في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي، وايضا في بطوله الدوري هو يبتعد بفارق تقريبا 7 نقاط عن اقرب منافسيه، ولديه مباراه مؤجله. كمحصله يمكن اذا جيت تقارن بين نتائج فريق اربيل في الدور الاول، اول المباريات الخمسه الاولى والمباريات الخمسه الثانيه او الاربعه الثانيه في الدور الثاني، راح تجد ايضا هناك تناسب. يعني في الدور الاول من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يخسر، ونفس الشيء حصل في الدور الثاني في المرحله الثانيه، سجل 5 اهداف في الدور الاول في المرحله الاولى واستقبل مرمى 3 اهداف جمع 8 نقاط، وفي المرحلة الثانية سجل 6 واستقبل مرمى 3 أهداف. فلو تشوف الإحصائيات النسب هذه تدلك أنه هذا الفريق هو فريق جيد، فريق يمتلك مقومات تخليه ينافس على بطولة الدوري، وأنا قلتها سابقا أنه فريق أربيل أعتقد هو الأقرب لخطف لقب الدوري، ولو أنه الباقي عدد كبير من المباريات، لكنه فريق أربيل أعتقد أنه ماشي بالطريق الصحيح. فارق النقاط 5 نقاط عن المركز 7 نقاط مع القوة الجوية 7 نقاط، نعم. ومع ادهوك الذي احتل المركز الثالث 7 نقاط في 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 بدايه الدوري. هنالك مشكله اليوم تواجه فريق الطلبه، استدعاء بعض من نجوم فريق أربيل استدعاء نجوم من المنتخب، سنشاهد بعد قليل تصريح رئيس النادي، نعم. يعني هذه، هل هنالك مشكله تعيق مثلا على سبيل المثال حركته في الدوري ويحارب على جبهه واحده مثلا كاس الاتحاد الاسيوي؟ لا، بالتأكيد أنه فريق أربيل يمتلك ترسانة كبيرة من اللاعبين، لديه لاعبين محترفين جيدين، يعني لاعبين السوريين عبد الرزاق الحسين ونديم صبار لاعبين ممتازين، أيضا لديه لاعب نيجيري محترف، أيضا على مستوى لاعبين المنتخب هو يمتلك أكثر من عنصر فعال، كانوا في منهم كانوا لاعبين في المنتخب، ليس كل النجوم الموجودين الآن في المنتخب. أنا أعتقد أنه المدرب قادر على أن يحدث موازنة في التشكيل، وهذه 7 نقاط لا تنسى قيصر، هم لديهم مباراة مؤجلة، مع هذا أعتقد أن الطريق طويل، لا زال طريق، لكن فريق أربيل أنا أشوفه ماشي بالسكة الصحيحة. طيب،
مشاهدينا الكرام، ستنطلق مباريات الجولة السادسة من مرحلة الإياب لدوري النخبة يوم الثلاثاء وتستمر لثلاثة أيام. في هذه الجولة تم تأجيل مباراتي فريق الزوراء والنجف وأربيل والنفط لارتباط الزوراء وأربيل بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الدور السادس من المرحلة الثانية، النفط يواجه أربيل والنجف يواجه الزوراء، بغداد والكرخ، كربلاء يواجه زاخو والميناء مع الطلبة. باقي المباريات، الشرقاط يواجه الشرطة ومصافي الوسط تواجه كربلاء الكهرباء والصناعة مع القوة الجوية والتاجي مع الهوك وكركوك مع الحدود. في هذه المواجهات كابتن، يعني الشرقاط مع الشرطة، يعني الشرطة من الفرق المتقدمة أيضا، مصافي الوسط مع الكهرباء، نعم. كيف تجد يعني ارتباط الفرق المتواجدة في كأس الاتحاد الآسيوي عن باقي المباريات المتواجدة في الدوري المحلي؟ احنا نعرف أنه الأربيل والزوراء هم من يمتلكون المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي. لازم هناك الفريق يعني ما يعتمد على تشكيلة واحدة، لا، يجب أن يكون هناك عدد كبير من اللاعبين بحيث أنت تقدر تعطي الفرصة للاعبين المؤهلين أن يشاركون في مسابقة الدوري في حالة التعب أو الإرهاق اللي يصيب الفرق من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. أنا أعتقد أنه لا زال الطريق تقريبا ثلثين المرحلة الثانية لا زالت في اليد، موجودة في على أرض المنافسة، فلسه الطريق طويل بالنسبة للفرق جميعا، والجميع يمتلك الفرصة للمنافسة خاصة على المركز الثاني والثالث. فريق الشرطة أيضا الآن هو بالمركز أصبح الخامس بعد تعادل الطلبة اليوم. بالنسبة فريق القوة الجوية ودهوك أيضا يمتلكون فرصة. لنتحدث عن القوة الجوية ومباراة القادمة. القوة الجوية سيواجه فريق صنعاء، أول فوز للقوة الجوية في المرحلة الخامسة. كيف تجد مسار عودة فريق القوة الجوية إلى مسار وسكة الانتصارات بعد الفوز في المرحلة الماضية؟ أكيد يعني تغيير المدرب يعني أثر على فريق الجوية في البداية. تعرف كل مدرب إلى طريقته في التدريب وإلى أسلوب في التعامل مع اللاعبين، وممكن يشرك لاعبين كانوا غير لا يشاركون في الفترة السابقة والعكس صحيح، فبالتالي يحتاج إلى وقت المدرب حتى الفلسفة اللي يعتمدها تظهر على الفريق بغض النظر عن إمكانيات المدرب. نحن نعرف كابتن أيوب أديشو من المدربين الكبار في العراق، وأكيد يعرف يتعامل مع فريق بحجم القوة الجوية. الفوز هذا مهم جدا لفريق القوة الجوية. احنا لو نشوف القوة الجوية في المرحلة الثانية من خمس مباريات هذا أول فوز، اتعادل مرتين وخسر مرتين، فأنا أعتقد هذه باشرة خير للفريق القوة الجوية أنه الآن يمشي ولسه طريق يعني القطار لم يفتهم، يعني 47 نقطة فارق 7 نقاط، لديهم يعني إمكانيات أنه يعودون للمنافسة، خاصة الفريق القوة الجوية فريق جماهيري. ماذا عن الفريق الجماهيري الآخر، فريق الطلبة سيواجه فريق الميناء؟ قبل قليل انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مباراة الإياب كانت فوز فريق الطلبة بثلاثة أهداف، كيف تجد هذا التعادل السلبي والمرحلة القادمة قادمة لفريق الطلبة أيضا فريق جماهيري كما ذكرنا؟ لو تقارن بين نتائج الطلبة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تجد فارق كبير. الفريق في 4 مباريات في المرحلة الأولى فاز 3 مرات وخسر خسارة واحدة، لم يتعادل، سجل 9 أهداف واستقبل مرمى 4 أهداف، جمع 9 نقاط. في الدور المرحلة الثانية هناك أعتقد هبوط في النتائج ليس في المستوى. أنا أتابع فريق الطلبة، فريق الطلبة فريق جيد، فريق شاب لديه مدرب استطاع أنه يعود إلى ساحة التدريب العراقية بقوة، الكابتن جمال علي، لكن في 4 مباريات حقق 4 تعادلات، وهذه مؤشر خطر يجب أن يقف عند الجهاز التدريبي. سجل 2 واستقبل 2، جمع 4 نقاط في فارق. أعتقد الطلبة يفتقد إلى اللاعب اللي يصنع الفارق اللي ممكن يحقق لك الفوز في لحظات حرجة من المباراة. أعتقد هذا يعني. انتقد رئيس نادي أربيل العراقي عبد الله مجيد الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستدعاء 4 من لاعبي الفريق للانضمام في صفوف المنتخب العراقي الذي يستعد لمواجهة الأردن ضمن التصفيات الحاسمة للمونديال. دوري قوي، دوري ذهاب وياب مرحلتين، بعدين انت اي نقطة اي مباراة تخسر راح يأثر عليك بالنتيجة. يعني يمكن المباراة المسافة راح عندنا يكون نقص بالفريق على مود
معسكر تدريبي للمنتخب. يعني انا اتمنى ان لا ياخذ النظر يعني الناس او الصحفيين او الفضائيين ان يفتهمون يعني معنات الانديه. انه بصراحه التوقيت انا بالنسبه لي توقيت غير جيد، يعني بكل عالم ماكو المعسكر تدريبي واللاعب يطلع من معسكر تدريبي الى منتخب. انا كل اعتقد كل منتخبات العالم بعد 4 أيام 5 أيام من المباراه راح يجمع لاعبين يلعب. لكن انت تاخذ اللاعب 20 باقي لك 25 يوم للمباراه ونادي اذا تخسر مبارتين راح تضيع دوري من عندك، منو يتحمل؟ منو يتحمل المصاريف اللي احنا مصارفين؟ انا لو مو كان تصفيات كاس عالم ما كان انطي هالمره اللاعب المنتخب. حتى لو يحكي الاتحاد، بس لكن هاي ضروري لانه مهمه الوطن والحقوق، لكن مع هذا يجب ان الاتحاد يفكر ايضا يعني لمصلحه الانديه. تعرف لان هذا دوري عام، احنا كل مباراه تكون عندنا مثابه مباراه نهائيه، لان تعرف الفرق المنافسه يمكن اكثر من فريقين او 3 فرق تنافسنا على الصداره، وكل الفرق قريبه علينا، فان شاء الله يا رب نقول بانه احنا قلت لك كل مباراه نستعد لها استعداد جيد ونعتبرها يمكن مباراه نهائيه، لانه احنا كل ما نخطي خطوه بانه نتقرب ان شاء الله للقب الدوري. وقلت لك احنا ماكو يمكن منبوع بانه مباراه مصافي او زوراء او اي فريق، قلت لك كل الفرق ان شاء الله يمكن تجيك هنا أنا حتى بملعبك تجي تحرجك، وان شاء الله يا ربي قلت لك احنا وضعنا الان يمكن مستقر، واتمنى يمكن يستمر هذا الاستقرار والان نكمل الدور ان شاء الله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بالكابتن بشار مره اخرى. كابتن بشار، كلام الكابتن عبد الله مجيد كلام حقيقي، يعني هنالك 25 يوم تفصل مباراه المنتخب عن المباراه الدوري وعن مباريات الدوري للطلبه، هذا من جهه. من جهه ثانيه هنالك مصاريف تصرفها الانديه من اجل التواجد بكاس الاتحاد الاسيوي، اذا اللاعبين الذين تم سحبهم من قبل فريق اربيل هم لاعبين مستعدين يشاركون بكاس الاتحاد الاسيوي من جهه ويشاركون في الدوري من جهه، يعني ليس هنالك قطع في الدوري حتى نقول انه اللاعبين يجب سحبهم من اجل التواجد، كيف تجد هذه النظريه؟ هذا الكلام منطقيا احترافيا صحيح، لكن احنا في بلدنا او في المنطقه العربيه بشكل عام لم نصل الى هذه المرحله من الاحترافيه، انه المدرب يستدعي قانونا، يعني لوائح الفيفا يقول المنتخب يستدعي اللاعبين قبل المباراة 4 أيام أو 5، إذا كانت في نفس القارة ممكن قبل 3 أيام أو 4 أيام، إذا في قارة أخرى المباراة إلى ممكن 5 أيام إلى 7 أيام، لكن لا يمكن أن تطبق هذا في بلدنا. يعني أنت تعرف اللاعبين إلى أن تجمعهم يحتاج لك فترة طويلة، يمكن يحتاج لك إلى طيران خاص. ثانياً أنت ما تقدر تكون متأكد من جاهزية اللاعبين في أنديتهم والمستوى التدريبي اللي يخضعون، ممكن اللاعبين في نادي أربيل يحظون بفرصة أكبر أو إمكانيات أكثر أو نقول الظروف التدريبية عندهم جيدة، لكن في لاعبين مهمين الآن في المنتخب خاصة اللي فسخوا عقودهم في إيران مثل عماد محمد وكرار وسامال، هذول اللاعبين يحتاجون إلى التجمع. أنا مع في الاحترافية هذه، لكنه تعرف هذه سمعة بلد ومصلحة بلد، ولكن لنكون هنا واقعين أكثر وفنيين أكثر، أيضا مهمة فريق الطلبة في كأس أو مهمة فريق أربيل في كأس الاتحاد الآسيوي هي مهمة وطنية. نعم، الآن فريق أربيل يتصدر المجموعة، وضع مريح، المباراة مو بتلك الصعوبة حسابيا، يعني أنت تلعب مع فريق الأوروبا في ملعبه، يعني مباراة أعتقد فريق أربيل قادر على حسمها. المركز الأول مهم لفريق أربيل حتى يلعب دور 16، يعني الفريق ما يعتمد على لاعب أو لاعبين أو 3 لاعبين في مباراة واحدة، ممكن في مباراة واحدة أعتقد قادرين أنه يسوون توازن معين حتى تظفر بالنتيجة اللي أنت تريدها. نتيجة التعادل تضمن لفريق أربيل في تقدير المركز الأول في المجموعة، ويعني هذه مو بالصعوبة على فريق أربيل أنه يحصلها أمام العروبة اليمني. موضوع الجانب المادي أنا مع رئيس النادي، هذه ممكن يكون هناك اتفاق بين الاتحاد العراقي والأندية المتضررة ماديا في تقديم التعويضات أو المستحقات اللاعبين خلال فترة استدعاء اللاعبين للمنتخب، لكنه مصلحة البلد الآن احنا دا نشوف يا قيصر منتخبنا الوطني كل ما تجمع فترة مناسبة قبل المباريات المهمة نشوف أداء اللاعبين يختلف، قد ما يتم تجميعهم قبل فترة وجيزة يحتاجون إلى فترة حتى ينسجمون ويتناسقون ويوصلون للمستوى اللي احنا نتمناه. نعم، والآن نأتي إلى ترتيب الهدافين في دوري النخبة العراقي.
ترتيب الهدافين في دوري النخبة العراقي: حمادي أحمد من لاعب القوة الجوية بالمركز الأول ب 18 هدف، وأمجد راضي بالمركز الثاني وهو لاعب من فريق أربيل ب 15 هدف، وهشام محمد لاعب ونجم من المنتخب العراقي السابق من فريق الزوراء ب 10 أهداف، ولؤي صلاح من فريق أربيل أيضا ب 10 أهداف، وسعيد محسن من زاخو ب 8 أهداف. أما الآن مشاهدين الكرام فإليكم جدول ترتيب الدوري العراقي. أربيل في المركز الأول، يليه الجوية في المركز الثاني، ثم دهوك بالمركز الثالث، ثم الطلبة بالمركز الرابع، والشرطة بالمركز الخامس. زاخو بالمركز السادس، ثم الزوراء بالمركز السابع، ثم بغداد بالمركز الثامن، ثم النجف بالمركز التاسع، وفي المركز العاشر الميناء. فريق الصناعة بالمركز الحادي عشر، ثم كربلاء بالمركز الثاني عشر، ثم النفط بالمركز الثالث عشر، والكرخ بالمركز الرابع عشر، وكركوك بالمركز الخامس عشر. فريق الكهرباء بالمركز السادس عشر، ثم مصافي الوسط في المركز السابع عشر، والتاجي بالمركز الثامن عشر، والشقات بالمركز التاسع عشر، وبالمركز الأخير فريق الحدود. أما الآن مشاهدينا الكرام فننتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يواجه فريق أربيل العراقي لكرة القدم نظيره العروبة اليمني ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين. وهذا ويواجه فريق الزوراء نظيره التلال اليمني ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سهم الغبان يحمل التفاصيل. قبل مواجهة العروبة اليمني في ختام كأس الاتحاد الآسيوي، كثف فريق أربيل تدريباته اليومية استعدادا لهذه المباراة. ويدخل أربيل اللقاء وهو بمعنويات عالية إثر فوزه على كاظم الكويتي بهدفين جعلته في المركز الأول للمجموعة الثانية، إضافة إلى تصدره في الدوري العراقي بعد الفوز الأخير على فريق الصناعة بهدفين مقابل لا شيء. طبعا نحن بدنا نلعب إن شاء الله للفوز، لكن المباراة ما في شك الفريقين يدخلون بطموحات كبيرة على أساس أنه الفوز يضمن التأهل لكل الفريقين، وبالتالي هذا هدف بتصور فريقنا وفريق العروبة اللي نحترمه لأبعد مدى، فريق جيد يكافح لآخر دقيقة في كل المباريات اللي أداها، وبالتالي ستكون مباراة ندية وقوية، سنعتبر فريق العروبة هو الأقوى في المجموعة. توجد إصابات في الفريق؟ موجود، تعرف احنا ضغط المباريات كل 3 ايام والرابع عم نلعب مباراه، يعني مر علينا شهر الحقيقه ريال مدريد وبرشلونه ما لعبوا المباريات اللي لعبناها في 20 يوم، لعبنا تقريبا 9 مباريات باعتبار الدوري وكاس الاتحاد طبعا، وبالتالي يعني في ضغط كبير وتعب على الفريق، واكيد بيولد بعض الاصابات وبعض الارهاق، لذلك احيانا متبعين سياسه المداوره بين اللاعبين حتى الجهد يتوزع على اكبر عدد ممكن من اللاعبين. الفريق سيفتقد إلى خدمات مسلم مبارك للحرمان وأحمد أياد للإصابة، إلا أن دكة بدلاء أربيل تسخر باللاعبين المحترفين إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني والأولمبي العراقي. أما العروبة فسيغيب عنه لاعبين، الأول مهاجم المنتخب اليمني عبد الله الشريان، أما الثاني فهو المحترف النيجيري أوكوبو، وذلك بسبب الحرمان. صراحة مباراة صعبة لكل الفريقين، بخصوص صعبة أن اللي هنا صراحة نحاول أن نخرج بصدارة المجموعة، وهذا الشيء اللي يفرحنا صراحة يفرح الجميع. الحمد لله والشكر، أتوقع يعني
كملنا كل الاستعدادات، اتوقع كل اللاعبين جاهزين من عدا اللاعب مثل مبارك بسبب الحرمان، لكن الحمد لله والشكر اللاعبين كلهم مصممين ان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله والنقاط الثلاث ان شاء الله. قبل اليوم اللي لعبنا مباراه دوري كانت هذا افضل استعداد للمباراه الاسيويه، وخاصه هاي اللعبه يعني لازم ثلاث نقاط، اذا ثلاث نقاط احتمال نطلع يعني خارج الحسابات او نطلع خارج البطوله، وان شاء الله شباب شادين حيلهم وان شاء الله نفوز بهاي البطوله حتى نصدر المجموعه ونلعب دور 16 على ارضنا وان شاء الله نقدم بالخير ان شاء الله. هاي مباراتنا صعبه، انا اشوفها كلها صعبه لانه تعرف اعتقد انا يمكن برايي الخاص بان الفريق اليمني يمكن احسن فرق المجموعه اللي تلعب كره قدم، تعرف حرج الفريق الكويتي مباراتين، بس احنا ان شاء الله قلت لك وضعنا النفسي جيد، وضعنا البدني جيد جدا ان شاء الله، وتعرف يمكن عندنا بس غيابات يمكن لاعب ولاعبين الاصابه والحرمان. جميع الحسابات تبقى حتى نهايه اللقاء، ولكن يبقى أربيل يمتلك الأفضلية كون المباراة تقام على أرضه ويحتاج إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى الدور 16. لبرنامج ملعب الشرقية سهم الغبان، أربيل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن بشار، مواجهة أغلب اللاعبين يذكرون على أنه هي مواجهة صعبة بالنسبة لفريقهم، ليس هنالك مثلا حرب إعلامية بين فريقين حتى نقول مثلا، ولكن هم يشعرون بصعوبة المباراة، هذه الصعوبة وهذا الشعور من أين أتى برأيك؟ هذا أكيد من خبرة المدرب، وعي المدرب، أيضا وعي اللاعبين، أغلب اللاعبين اللي شفناهم يمتلكون خبرة جيدة، خبرة هذه الخبرات مهمة جدا في مثل هكذا مباريات، أنه تحترم خصمك. فريق أربيل استوعب درس مباراة الذهاب عندما تعادل مع العروبة، وأنا في تقديري فريق أربيل لم يدخل المباراة الأولى بنفس هذه الرغبة بنفس هذا الإصرار، لأنه لم يمتلك معلومات مفيدة أو معلومات وافية عن فريق اليمني، تفاجأ في المباراة الأولى. أنا أعتقد أنه في مباراة يوم 9/5 أعتقد أربيل راح يحسم المباراة، لأن موضوع التأهل كأول المجموعة مهم حتى يلعب مباراة مثل ما قلنا دور 16 على أرضه. الاحترافية اللي تكلم بها المدرب واللاعبين مهمة جدا في مثل هذه المباريات. طيب ماذا عن فريق الزوراء الذي سيواجه أيضا التلال اليمني؟ الوضع العروبة في الدوري اليمني، أنا مثل ما تعرف أنا لدي خبرة طويلة في الكرة اليمنية، التلال مترنح هذا الموسم، التلال من أعرق الفرق اليمنية، ولكنه هذا الموسم لم يحظى باستقرار لا في الإدارة ولا في التدريب، ونتائجه متباينة. تعرف أنه النتيجة اللي حققها الزوراء عليه في مباراة الذهاب 5-0 ممكن أيضا تلقي بظلالها على اللاعبين وتعطيهم نوع من الاسترخاء. فريق يمتلك مدرب بمستوى راضي شنيشل، أعتقد الكابتن راضي ممكن من المؤكد أنه راح يوضح هذه النقطة للاعبين، أنه الاستهتار أو الاستهزاء بالخصم ممنوع، يجب أنه نلعب على الفوز، لأنه أيضا الفوز ينقل الزوراء للدور الثاني، وممكن إذا فاز الزوراء وتعثر الشرطة أيضا الزوراء يتأهل أولا. نعم. فهذه نقطة مهمة لفريق الزوراء، ولكن لا نغمن حق فريق الصفاء اللبناني. فريق الصفاء اللبناني في أوج تطوره في, في, في هذا الموسم بكأس الاتحاد الآسيوي، هو متعادل بنتائج المباريات، فارق الأهداف فقط فصل عن فريق الزوراء. نعم، لذلك قلت لك فوز الزوراء مهم، لأنه إذا الصفاء فاز على الشرطة. سيكون تعادل بالنقاط، الصفاء تغلب على الزوراء مباراة والزوراء فاز على الصفاء بنفس النتيجة 1-0، فراح يرجعون إلى فارق الأهداف. نعم. ففوز الزوراء بفارق مريح من الأهداف سينقله، إذا في حالة خسارة الشرطة سينقله أولا على المجموعة. طيب، وهذا شيء مهم. من خلال حظوظ الفرق الثلاثة غير الأربيل متصدر وضمن التأهل 100% فقط، إن كان مركز أول ومركز الثاني يعني هو فقط هذا، ولكن ماذا عن الفرق الثلاثة؟ الشرطة إذا خسر هنالك تصدر لفريق الصفاء اللبناني قد يكون. إذا الصفاء فاز على فارق الأهداف فقط. نعم، الفائز في مباراة الشرطة والصفاء سينتقل إلى الدور الثاني، يعني إذا الشرطة فاز ينتقل أول، لكن إذا فاز الصفاء يعتمد على نتيجة الزوراء مع التلال. فإذا الزوراء فاز على التلال بفارق مريح من الأهداف الزوراء سينتقل أولا، قلت لك لأنه نتيجة المباريتين بين الصفاء والزوراء هي 1-0 1-0، فاز الصفاء فاز الزوراء، راح يرجعون بفارق أهداف، فعلى الزوراء أن يفوز بفارق مريح من الأهداف.
في بعض الأحيان يعني الذي يقبع في قاع الدوري أو في قاع مثل بطولات الآسيوية دائما يأتي إلى الخصوم الباقية اللي هي متصدرة للمجموعة أو متصدر للدوري يأتي بقوة. أكيد. لكن شوف الزوراء، أنت قبل شوية سألتني أنه كيف نوازن بين المسابقتين الدوري وكأس الاتحاد الآسيوي. أعتقد بالنسبة للزوراء صحيح عودته كانت قوية من استلم الكابتن راضي شنيشل في الدوري، لكن يبقى الآن أعتقد تركيز فريق الزوراء يجب أن ينصب 80% ممكن في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، 20% بالدوري، هذا يمكن بالنسبة للاعبين. فهذا التركيز هذا أو الرغبة في هذه البطولة مهمة جدا. والزوراء من فترة طويلة يعني قبل 3 سنوات كانت عنده آخر مشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي. في تقديري أنه الآن آن الأوان لأحد الأندية العراقية أنه يظفر بلقب هذه البطولة. نحن أنديتنا بعيدة عن الألقاب، صارنا يعني فترة طويلة من الزمن. أربيل والزوراء يعني يمتلكون المقومات أنه يمشون في البطولة إلى إن شاء الله يتوافقون إلى النهاية إن شاء الله. جدول مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أربيل العراقي يواجه العروبة اليمني، والتلال اليمني يواجه الزوراء العراقي في الجولة 6 من مرحلة المجموعات. أما الآن جدول ترتيب مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المجموعة الثانية مرحلة المجموعات، أربيل بالصدارة ثم العروبة بالمركز الثاني، وكاظم الكويتي بالمركز الثاني، وإيست بنغال الهندي بالمركز الرابع. المجموعة الرابعة مرحلة المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشرطة بالمركز الأول يليه الزوراء بالمركز الثاني، والصفا بالمركز الثالث، والتلال اليمني بالمركز الرابع. يعني شاهدنا ترتيب جدول المباريات وتحدثنا عن يعني حظوظ أربيل وحظوظ فريق الزوراء. تغيير المدربين، يعني الفريقين غيروا المدربين في هذه البطولة، يعني قبل انطلاق هذه البطولة، يعني في هذه البطولة غير الزوراء مدربه واعتمد أربيل على المدرب نزار محروز. كيف تجد حظوظ المدربين في هذه البطولة؟ كابتن نزار محروس من المدربين المعروفين، لديه خبرة طويلة في حتى تدريب الأندية العربية، درب خارج سوريا فترة طويلة في فريق شباب الأردن. 2007 هو أحرز اللقب مع فريق شباب الأردن. كتجربة شخصية يعني سبق أن واجهت هذا المدرب عندما كنت مدرب لفريق الصقر اليمني، وفاز علينا في الأردن وتعادلنا في اليمن. عنده خبرة طويلة، عنده خبرة طويلة في المسابقة. كابتن راضي شنيشل أيضا الخبرات اللي أخذها في الفترة الأخيرة في الدوري مع الزوراء ومع المنتخب الأولمبي، إذا بالإضافة إلى فترة اللعب الطويلة، يمكن من أكثر اللاعبين اللي طولوا في الملاعب العراقية وكلاعب محترف يمتلك خبرات كبيرة. كل هذه تنعكس على الفريق وعلى اللاعبين. مهم جدا دائما اللاعب ينظر إلى مدربه، متى ما شاف مدربه مرتاح وقادر على التعامل مثل هذه المباريات سيأخذ الثقة منه. وإن شاء الله يعني بس يعني موضوع أربيل يجب أن يفكر يا إما التعادل أو الفوز، ممكن الخسارة تقصي. فمهم جدا بالنسبة لأربيل أنه أما التعادل سيأخذه أولا أو الفوز. مشاهدينا الكرام، حرصا من الشرقية تواجدت عدسة الزميل أحمد الزبيدي في مباراة الطلبة وكربلاء، وأتى بالتصاريح التالية. يعني مباراة احنا شفنا فريق يدافع وفريق يهاجم رغم تسيدنا، ولكن احنا كان ينقصنا اللمسة الأخيرة بالعمق حقيقة، يعني ما كان تحرك المطلوب، لذلك ما حصلنا فرص يعني حقيقية باستثناء أعتقد فرصتين كان ممكن أنها تسجيل هدف. روح قتالية حقيقة من فريق كربلاء، فريقنا كان الاستعجال هو الطابع يعني خلال مباراة، ولكنها كرة قدم، فريق اللي ما يقدر يسجل بالتأكيد يا ما يتعادل أو يخسر. والله الحمد لله وشكر، يعني مثل ما قلت أنا بأكثر من مكان أن حاولنا أنه نوصل الصورة أو الوضع اللي يعيشه نادي كربلاء، نوصل رسالة لكل ما كل من يعني الأمر أنه أوضاع سيئة يعيشها نادي كربلاء رغم كل هاي الظروف والإمكانيات الغير متوفرة. قدمنا مباراة الحمد لله رب العالمين، أنا راضي عنها أداء ونتيجة. يعني ما نقدر يعني إيش نحكي، إحنا نقول أدينا ولعبنا وحيازة، لكن النتيجة هي اللي تقول. يعني إحنا لعبنا واجتهدنا، لكن توفيق ما توفقنا اليوم في تسجيل أهداف. حقيقة حتى الفرص كانت قليلة بالنسبة لنا، أعتقد أول مرة يلعب فريق تحت هكذا أجواء،
ان شاء الله نعوض الفريق البطل اللي قدر يعوض في المباريات القادمه، واحنا فريقنا يستطيع، فريقنا يضم لاعبين جيدين، وان شاء الله رب العالمين تحقق هذه الامنيه في اللعبات القادمه ان شاء الله. قدرنا نجاري فريق الطلبه رغم الظروف اللي عاناها الفريق، وان شاء الله فريقنا من مباراه لمباراه كلنا مسؤوليه وكنا انضباط، وكنا من مباراه لمباراه نقدر نصعد مستوانا، والحمد لله والشكر. اليوم نقطه بارض الخصم، فريق طلبه فريق جماهيري، لكن الحمد لله عندنا مباراة قادمة بملعبنا وإن شاء الله القادمة أفضل. طبعاً بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف يعني كانت المباراة صعبة يعني من جانب الفريق، لأن تعرف الفريق نادي كربلاء يمتلك عناصر جيدة، لاعبين شباب، تعرف إحنا المشكلة يعني الجو ما يساعدنا، يعني مباراة يعني تكون متعبة، شمس حارة، اللاعبين ما يقدرون يقدمون ذاك المستوى، فإن شاء الله نقول يعني القادم أحسن، لأن تعرف يعني الفريق نادي الطلبة يعني بدأ يعني رابع تعادل إليه. فالحمد لله وشكر احنا نكون بعد القادم احسن، نقدم مستوى جيد، لان تعرف لازم نحقق 3 نقاط بهاي المرحله الثانيه، لان على مود تخلينا بحسابات يعني المنافسه. احنا النتيجه راضين عليها، يعني بالظروف اللي يمر بها نادي كربلاء، يعني اعتقد نتيجه يعني مشرفه، تجي لهنا الملعب الطلبه وطلبه المراكز المتقدمه وتاخذ نقطه، هذا دافع معنوي لنا. اشكر زملاء اللاعبين حقيقه اللي يعني ضربة أروع مثال للوفاء والإخلاص، وهذا نادينا يستحق من عندنا. إن شاء الله المباراة القادمة راح نقدم أفضل، يعني الحمد لله رب العالمين، رجعنا من نقطة من العاصمة، يمكن هاي دافع معنا للمباراة المقبلة. باشر في ملعب الشعب الدولي منتخب العراق الوطني لكرة القدم تدريباته بإشراف المدرب البرازيلي زيكو ضمن مرحلة الاستعدادات لخوض مشوار تصفيات الدور الرابع المؤهل إلى مونديال البرازيل 2014 التي تنطلق في 3 حزيران بلقاء المنتخب الأردني في ملعبه. ويستمر المعسكر التدريبي لمنتخب العراق لغاية 9 من الشهر الحالي، ثم يشد الرحال إلى تركيا لتكملة مفردات المنهج التدريبي في منتجع ريفيا. هنا سحبت في مدينة جدة السعودية قرعة بطولة المنتخبات العربية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في السعودية خلال يونيو حزيران المقبل. وجاءت السعودية البلد المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت والإمارات وفلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والبحرين والمغرب واليمن، وجاءت مصر على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب العراق والسودان ولبنان. أحمد الزبيدي لديه الكثير. بحثا عن دماء جديدة لتطعيم كتيبة الأسود زيكو في بغداد في أول معسكر تدريبي لأبناء الرافدين منذ عدة سنوات يقام على أديم ملعب الشعب، ليعلن منه أن المنتخب العراقي جاهز وأن الملعب قادر على استضافة مباريات دولية كمحاولة منه لرفع الحظر عن ملاعب بغداد، ومؤكدا أن العراق قادر على الوصول بأمان لشواطئ البرازيل. بالنسبة لي أنا يعني صحيح مرتين دخلت الملعب هذا، أوعد الشعب إن شاء الله الشعب العراقي في أنه نقود المنتخب لنهاية كأس العالم. المدرب البرازيلي زيكو استدعى أكثر من 30 لاعبا لم يحضر المعسكر التدريبي جميع اللاعبين، على أمل أن يلتحق المحترفون تباعا. وأجواء من التفاؤل سادت ملعب الشعب الدولي بأن القادم أفضل، وأمل جماهيري بالعبور نحو التصفيات النهائية. طعم المدرب في لاعبين شباب، تقريبا لاعبين يعني هو اختارهم راح يكونون من ضمن التشكيلة إن شاء الله، ويضمن بين الخبرة والشباب، صرت فالتأليفة جيدة لخوض مباراة ضد المنتخب الأردني. تعرف عندنا التصفيات تقريبا سنة كاملة، فيحتاج كل اللاعبين بهذا التصفيات. يعني بداية التدريب في بغداد، طبعا أنت تعرف لأنك خاصة على أرض ملعب الشعب، وايضا حضور المدرب هذا بالنسبه لنا مهم جدا. انشهد جماهيرنا رغم قلتها مع الاسف، يعني كنا نتمنى الدعم يبدا من الجمهور، دائما ما كنا نشاهد الجمهور يحضر الى ملعب الشعب خاصه تدريبات المنتخب، لكن بصراحه مدى نشاهده بهذه الفتره، يعني مدى نشاهد الدعم الكبير يعني اللي احنا نحسه لا بالشوارع لا بالهم، رغم انه المفروض يكون اكثر دعم. مسيرة لن تتوقف عند محطة بغداد، بل ستستمر إلى تركيا ليجري فيها المنتخب العراقي 3 مباريات تجريبية لم تحدد حتى الآن مع أي من الفرق، ومن ثم العاصمة الأردنية عمان ليخوض الأسود أولى مبارياتهم، محملين بأمل اجتياز التصفيات الآسيوية باتجاه تحقيق حلم الوصول إلى المونديال. راح يكون عنده مباراة تجريبية مع المنتخبات اللي راح
حطتنا الموافق عليها مبدئية، مثل يعني البانيا، جورجيا، ذن الفرق اللي راح يلعبان، زائدا ساحل العاج، بس ساحل العاج طلب مبلغ من المال. احنا كاتحاد كرة قدم لازم نوفر مباراة للمنتخب الوطني خاطر يكون مستعد الى مباراته مع المنتخب الاردني يوم 3/6. استعدادات جيده لا تبشر بخير كثيره، ربما بسبب غياب اللاعبين المحترفين المرتبطين مع الانديه خصوصا القطريه والايرانيه، لكن ربما تلبي الحاجه اللي اتى من اجلها زيكو وهو وجود اللاعب البديل الذي ربما يغطي غياب اللاعب الاساسي، ونحن نمر في التجربه النهائيه ربما التي سوف تكون الطريق الى مونديال البرازيل 2014. نحتاج الى لاعب يكون اساسي بامكانيه جيدة وأيضا يكون البديل بنفس الإمكانية. ويبقى أمل أبناء الرافدين معلق بالأسود من أجل حظ التأهل الذي يراد له إطفاء مسحة من الفرح على وجوه العراقيين التي خيم عليها الحزن طويلا. لبرنامج ملعب الشرقية، أحمد الزبيدي، بغداد. كابتن، هل وصلنا إلى حقيقة مفادها أن المنتخب العراق على موعد مع التاريخ لو تواصل بنفس الوتيرة من المباريات التجريبية والمعسكرات التدريبية؟ أكيد، هذه المجموعة فقط، المجموعة الموجودة من اللاعبين فقط تحتاج إلى تحضير جيد، تحضير ذهني ونفسي وفني، والانسجام أو تواجدهم مع بعض لفترة مناسبة. يمكن هذا قد تكون هذه الفترة طويلة، نعم أتفق أنا أنه هذه الفترة طويلة، ولكن في هذه المرحلة مهمة، لأن أنت الآن في نهاية موسم، اللاعبون يحتاجون إلى مسافة زمنية أو عدد من الأيام أنه تكون عندهم راحة إيجابية حتى ينتقلون إلى فترة التحضير للمباريات المهمة. المعسكر أنا ما أعرف ليش اختاروا تركيا، لأن احنا راح نلعب مع الأردن ومع عمان في قطر في أجواء حارة، ولكن يعني تركيا لحد الآن هي باردة. نعم، يعني إذا كان هو الهدف تجميع اللاعبين ممكن، أو ناحية تطوير ناحية بدنية ممكن، لكنه الآن في فترة، إحنا الآن اللاعب هو بدنيا خلص في نهاية الموسم. منتخب الأسود هل هي نفسيا وبدنيا برأيك؟ أعتقد عندما تمتلك مدرب مثل زيكو، يعني زيكو قادر أنه يوصل هذه الأفكار للاعبين، وبالإضافة أنه اللاعبين الموجودين، أنت تمتلك لاعبين لديه صار لهم خبرة أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات، ولديهم تجارب كثيرة في المسابقات الدولية، فهذه إحنا تجاوزناها. هذا المنتخب لا يحتاج سوى إلى أنه يتجانس أو يكونون متواجدين مع بعض لفترة مناسبة قبل المباريات، لا أكثر ولا أقل. مباراة التجريبية اللي تكلموا عليها، حسب حد علمي أنه هناك مباراة مع إيران ومع ساحل العاج، مهم أنه نقابل مثل هذه الفرق. احتمالية ليبيا، ممكن ليبيا، يعني يجب أنه نقابل. أولا أنت عندك في المباراة التجريبية نوعين، النوع هو اللي أنت تجرب بطريقة اللعب واللاعبين اللي راح تستقر عليهم، وهذه ممكن تختار منتخبات متوسطة المستوى بمستواك أو أقل، وهناك منتخبات أقوى منك وأعلى منك حتى أنت تحتك، ومثلا أنت راح تقابل اليابان، فريق اليابان منطقيا هو أعلى من المنتخب العراقي، وأستراليا حاليا أفضل منتخب، لذلك إحنا يجب أن نقسم مباراة التجريبية لهذا القسمين. موضوع التصنيف الدولي أيضا مهم، يجب أن نقابل منتخبات لديها تصنيف دولي يا إما أعلى من أدنى أو بمستوانا حتى نقدر نصعد في التصنيف الدولي. نعم، تعلق الجماهير العراقية آملا كبيرة على مشاركة منتخب الناشئين في بطولتي العرب وآسيا المقبلتين بتحقيق أفضل النتائج فيهما، وهي هذه الثقة الكبيرة للجماهير جاءت بعدما تصدر المنتخب التصفيات القارية التي أقيمت في دهوك عن جدارة واستحقاق، مع تقديم نخبة من المواهب والطاقات الواعدة التي يمكن أن تشق طريقها إلى عالم النجومية مستقبلا. لتسليط الضوء أكثر ينضم معنا على الهواء مباشرة الكابتن موفق حسين، المدير الفني لمنتخب الناشئين. كابتن موفق، أهلا وسهلا بك في ملعب الشرقية. نعم كابتن موفق، الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين ينظر إلى إجراء القرعة التي ستقام في 10 من الشهر الحالي، كيف تجدون حظوظكم؟ والله احنا يعني عندنا فريق يتدرب في واقع الوحدة التدريبية في الأسبوع، قاعدين بخوض إن شاء الله بطولة كأس العرب اللي تقام في تونس ولكن أجلت. عندنا حظوظنا يعني مثل ما تعرف احنا شاركنا العام وكنا قاب قوسين انه من التعاون الى النهائيات، واحنا جادين ان شاء الله في هذه السنه انه عدينا فريق انه ان شاء الله يختم بطاقه التعاون الى النهائيات ان شاء الله.
هل هنالك مسعى لتوفير الأجواء المناسبة لمنتخب الناشئين للتواجد في البطولتين إذا كانت العربية حتى الآسيوية؟ والله هناك نفس طيب من قبل الاتحاد ومن قبل اهتمام جدي من قبل وزارة الشباب في توفير ظروف الملاعب لهذا المنتخب منتخبات الفئات العمرية منتخبات الشباب والناشئين في قامت مع الكرات التدريبية لهم إن شاء الله في الشهر القادم. يعني عندنا في هذا الشهر متوقف اضطراري لإداء الامتحانات بالنسبة للمنتخب أكثريت من طلاب المدارس. الكابتن موفق حسين مدرب منتخب ناشئة العراق، شكرا لانضمامك معنا في ملعب الشرقية. كما عودناكم مشاهدينا الكرام في كل حلقة من برنامج ملعب الشرقية أن يحظ ضيفا وهو بطل ملعب الشرقية، وبطل هذه الحلقة أكرم فهمي، هو ذلك الرجل المخلص والأمين القوي في شخصيته والغزير في مادته. أكرم فهمي صاحب الباع الطويل في النهضة الرياضية في العراق، يكفيه فخرا وشرفا أنه الرجل الوقور الكريم الذي خدم العراق والرياضة بكل حب وشرف وإخلاص. يحق لنا القول أن أكرم فهمي من أمهر اللاعبين في شبابه ومن خبرة لاعبي كرة القدم، وله بطولات كبيرة وكثيرة في ألعاب الساحة والميدان وكرة القدم. أحمد الزبيدي يحمل التفاصيل. من بين الكثير من الأسماء الرياضية الكبيرة التي كانت تقف وراء نشوء رياضة أولمبية عراقية، يجب أن نتوقف طويلا عند اسم كان الأول وما زال رغم وفاته. هذا الاسم هو الرياضي الكبير أكرم فهمي الذي قدم للرياضة معظم حياته، فكان أول من أسس الأولمبية العراقية فضلا عن قيادة أول وفد أولمبي عراقي في أولمبيات لندن عام 1948. ذلك هو الرياضي والأكاديمي والأب والإنسان أكرم فهمي. أكرم فهمي ساكن في قلوب كل رياضي عراقي، لأنه أنا باعتقادي وأنا متابع هذا الوسط منذ أكثر من 50 سنة وقريب جدا على شخصيات مثل أكرم فهمي، ما أعتقد أنه اجتمعت خصال في قائد رياضي، خصال وطنية وخصال علمية وخصال جمالية وخصال رياضية مثل ما اجتمعت بهذه الشخصية اللي أسست بهذه الشخصية المتكاملة نواة لرياضة عراقية كنا نتأمل أن تستمر في مسيرتها لولا التغيرات السياسية المؤذية التي حصلت في العراق. ولد أكرم فهمي في بغداد عام 1912 في محلة رأس الكنيسة بمنطقة الميدان. درس الابتدائية في بغداد لينتقل بعدها لإكمال المرحلة المتوسطة والإعدادية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومن ثم إلى مالمو السويدية ليكمل فيها دراسته الجامعية. أكرم فهمي متزوج ولديه 6 أبناء 3 أولاد وثلاثة بنات، كان أبرزهم الشهيد والرياضي الكبير فالح أكرم فهمي الذي كان يعد من أعمدة الرياضة في مجال ألعاب القوى. نفتقد هيك شخصية عظيمة، شخصية يعني رسمت تاريخ وطريق الأولمبي العراقي. عزائنا الوحيد انه احنا قدرنا نعاصر ابن المرحوم اكرم اللي هو الاستاذ فالح اللي كان رياضي خلوق يتمتع بكل سلوك الرياضي الحسن، وعليه يعني نتمنى ان نحذو حذو المرحوم اكرم فهمي في سبيل انه نصنع تاريخ الأولمبي العراقي واحد، وهو نموذج يعني طيب لرياضة الإنجاز العالي. والمرحوم أكرم فهمي يعني تاريخ أيضا موجود في أرشيف اللجنة الأولمبية الدولية، وإحنا شاهدناه أيضا في اللجنة الأولمبية الدولية الأرشيف اللي كان الكتب الموجودة والتواقيع الموجودة والتقارير الفنية اللي كان يبعثها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا هو رمز عراقي في اللجنة الأولمبية الدولية. قدم رائد فهمي للرياضة في العراق الكثير، فقد كان أول عراقي وعربي يتسلم الوسام الأولمبي العالمي، كما كان له دور كبير في الإشراف على الكثير من الوفود الرياضية التي مثلت العراق في
العديد من المحافل الرياضية، وحصل العراق على يديه الكثير من الألقاب في مختلف المجالات الرياضية. العلاقات العائلية تتماشى، خلينا نقول تتساوق مع هذه الحركة المستمرة، وهو كان رجل ذي علاقات اجتماعية واسعة جدا، وعنده مكانة عائلية، عائلة معروفة على مدى سنوات، فدائرة العلاقات الحقيقة في غاية من التنوع، تمتد إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو كان بطبيعته شخص حقيقة في غاية من الود والمجاملة في علاقاته، يعني كان يتحفظ جدا على أن يجرح شخصا ما، وهذا كان على الأقل في علاقات العامة كان معروف جيدا، وأعتقد حتى في علاقات الشخصية على الأقل معانا باعتبار احنا أيضا كان عام وفي خلال التزاور وغيره كان معروف شخص يجي يميل إلى البشاشة، يميل إلى أن خالي من التعقيد، يأخذ الحياة بروحية منفتحة، وبالتالي خلينا نقول هاي الروح الرياضية انعكست حتى على سلوكياته الشخصية. معروف هو كان يحب القهوة كثيرا، من الملامح الشخصية اللي يعني من كان أنا أعتقد للأسف كان يدخن كثيرا أيضا، وكان عنده حياة اجتماعية غنية. أما أبناؤه فهم يستذكرونه كإنسان قدم للعراق والعائلة الكثيرة، وكان الخيمة التي يستظل بها أبناؤه فلا يمر يوم إلا ويستذكر الأبناء والأحفاد مسيرة ذلك العملاق الوسيم الذي كانت ملاطفاته تشمل الجميع ولا تميز بين كبير أو صغير. والدي كان بالنسبة إنه كصديق يتفهم كل مساء، إنه كان متواضع يحكي ويانا ينصح يوجه، مربي بمعنى الكلمة، يعني ما في شفة اليوم شفنا عصبي بتوجيه كلامه ويقنع الصغير والكبير، يعني الكبير كبير ويا الصغير صغير، كان والله كان محبوب من الجميع، هو من الجيران من الأصدقاء من الأهل كليتهم، كان شخصيته قوية وتنحب، يعني مو والدي ومدح بي لا اسأل عنه. ورغم أن الوسامة والوقار والهيئة الرياضية والثقة بالنفس التي اجتمعت في أكرم فهمي جعلته يمثل فارس أحلام أي فتاة في ذلك الوقت، إلا أنها كانت وبالا عليه، ففي إحدى سفراته إلى ألمانيا مع الوفد العسكري العراقي والذي كان أنذاك بقيادة الوصي عبد الإله للقاء القائد العسكري الألماني هتلر عام 1941، إلا أن المستقبلون من الجانب الألماني رحبوا ترحابا كبيرا بأكرم فهمي ظنا منهم بأنه الوصي وقدموه إلى هتلر على هذا الأساس، فأثار هذا انزعاج الوصي الذي ألقى به في معتقل نقرة السلمان في جنوب العراق لمدة 4 سنوات ليطلق بعدها سراحه في عام 1945، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بطلنا فهمي للاعتقال. توفي الكبير والرياضي الشامل أكرم فهمي في عام 1978 بعد عودته من المغرب عن عمر قارب 70 عاما، ليترك بصمة ماسية لا يمكن لأحد أن يسجلها في يومنا هذا. لبرنامج ملعب الشرقية أحمد الزبيدي، بغداد. نوجه التحية والتكريم لهذا البطل العالمي كابتن أكرم فهمي، يعني شخصية كبيرة، وأيضا أكرم ابنه فالح أكرم فهمي أيضا من الشخصيات المهمة. الجميل في هؤلاء الرياضيون القدامى أنهم كانوا يجيدون أكثر من رياضة، يعني تجده مميز في الساحة والميدان، في كرة السلة، في التنس، في رياضات عديدة، وكانوا رياضيين بمعنى الكلمة، وحتى تجدهم في الجانب الإداري والتنظيمي أيضا مميزين، وكانوا من السباقين في المساهمة في كثير من الأمور، في بناء المؤسسات الرياضية والأنشطة الرياضية. وبصراحة يعني أنا كانت والدي تربط علاقة مميزة بابن أكرم فهمي المرحوم فالح أكرم فهمي اللي كان مدير ألعاب الجيش، وأيضا كان رجل رياضي يعني تقلت كثير من المناصب الرياضية، عائلة رياضية بمعنى الكلمة. هؤلاء الأبطال يحتاجون إلى دائما إلى أن نذكرهم ونستذكرهم، وهذه أيضا بادرة جميلة من البرنامج أن يستذكر هؤلاء الأبطال وأن نترحم على أرواحهم، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكون مثواهم الجنة إن شاء الله.
ايضا نشكر يعني الزميل احمد الزبيدي لتواجد الكابتن اكرم فهمي وهذا التقرير في ملعب الشرقيه. مشاهدينا الكرام، شكرا على متابعتكم والتفاعل مع مواد البرنامج من خلال فقره رايك يهمنا. مشاهدينا الكرام، هنالك عدة مشاركات من سنة تقول رحب بالزميل قيصر بالتواجد مع برنامج ملعب الشرقية. أيضا أحمد عبد الله يقول أني صرت من متابعي هذا البرنامج لعدة أسابيع، ويشكر أيضا الزميل سفيان. وأيضا محمد أحمد يقول شكرا لكل فقرات هذا البرنامج. مشاهدي الكرام، تقديم التواصل، ونتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت رضاكم وأعجابكم. ندعوكم أصدقائنا لمتابعة هذه الحلقة من البرنامج على صفحة الفيسبوك واليوتيوب. كابتن بشار، أشكر تواجدك معنا في هذا البرنامج. أنا أشكرك، بس ملاحظة، إحنا غلطنا، يمكن قلنا الفارق بين الأول والثاني بالدوري سبع نقاط. هي ست نقاط. فنأسف لهذا الخطأ الغير مقصود. شكرا لك ومرحبا بك في دبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدين الكرام، في نهاية كل حلقة تغمرنا مشاعر الشوق للقاءكم في الحلقة التالية من البرنامج. أشكر الزميل علي البياتي مخرج هذه الحلقة. إلى اللقاء.